السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين. اليوم غادي نشوفوا صفحه 124 من كتاب باسخيل فرونسي مستوى الثالثه اعدادي. عندنا لغه على الجانب الشفوي. لوبجيكتيف الهدف ديال هذا الدرس ديال اليوم هو كومبروند اي نيغوسيي لو بروجي كونسيستون ا برودوير اون نوفيل بوليسيير. الهدف هو الفهم والتفاوض بشان مشروع انتاج روايه بوليسيه. Le projet d'écriture, يعني مشروع الكتابة. J'observe et je découvre, لاحظ واكتشف. قالك dans le cadre de ses activités culturelles, يعني كجزء من في إطار أنشطته الثقافية, le club de lecture de ton collège, نادي القراءة أو نادي الكتاب في إعداديتك, organise un concours, ينظم واحد المسابقة littéraire, adabia, musabaqa adabia, pour choisir liki yakhtar la meilleure nouvelle policière de jeunesse, yakhtar afdal riwaya policia ou la qissa policia li al-shabab. Hna discute avec tes camarades, naqish ma zoumalaik pour négocier le projet, yani naqish ma zoumalaik diak fi al-qism باش تفاوضوا على المشروع. شنو هي التفاوض؟ يعني كتحاول تقنعهم وما كيحاولوا يقنعوك. نديروا هذا لا نديروا هذا. نيغوسيي لو بروجي اون في دو ديفينير, يعني بغرض ولا من اجل تحديد ديفينير لي كاركتيرستيك اي لي كلوز, يعني المميزات ولا الخصائص. لي كلوز هما البنود, تحدوا البنود, يعني البند الاول, الشرط الثاني, هكذا البنود هما لي كلوز دو ريغلومون اوكيل, ديال الريغلومون ديال القانون اوكيل دو ريبوندر فوتر سي, القانون او اللائحه او اللوائح التي يجب ان يستجيب لها السرد ديالك او كتستجب لها القصه ديالك. يعني خصنا القصه ديالنا تكون كذا وتكون فيها هذه وتكون فيها كذا. اذا هادو هما البنود اللي كتتفقوا عليها كاملين انت وصحابك. واضح. ندوزو جابليك اي جو ترونسفير. J'applique et je transfère. يعني أطبق وأنقل. Répartissez-vous en groupe de 4. تقسموا لو توزعوا على مجموعات كتكون من 4 ديال الأشخاص. Et في القسم يعني كل مجموعة يكون فيها 4 ديال الناس. Et discutez le projet وناقشوا المشروع que vous présenterez devant la classe. وناقشوا هذا المشروع اللي غادي نتقدموه أمام القسم ديالكم. هنا A, عندنا A وعندنا B وعندنا C. A يعني المميزات ديال هاد ديال هاد القصه اللي غديروا. بي لا ديمارش, يعني النهج, يعني شنو غديروا, شنو غتمشاو تمشيو لهادي وديروا هادي وثم ديروا هادي ثم ديروا هادي عاد كتوصلوا للنهايه. لا ديمارش يعني منين ندوزو باش نوصلوا للهدف ديالنا. هنا ريغلومون دو كونكور ا ريسبكتي, يعني القواعد ديال هاد المسابقه اللي خصكم تحترموها. اذا رجعوا ل ا caractéristiques de la nouvelle policière, يعني خصائص القصه, القصه اللي خصنا نصاوبوا اللي خصنا نوجدوا. عندنا ثلاثه ديال الخصائص. الاولى production d'un récit bref avec peu de personnages, انك توجد واحد القصه قصيره, un récit bref يعني قصه ولا سرد قصير, avec peu de personnages, مع القليل من الشخصيات, ما تكثرش الشخصيات. un seul événement, حدث واحد. un seul lieu, ومكان واحد. اي اون دوري كورت, ويعني والزمن يكون قصير, يعني المده اللي غتستغرق الاحداث تكون قصيره. مثلا نهضروا على بيرسوناج, مثلا نقول واحد ثلاثه الناس مثلا ولا جوج الناس. ان سول ايفينمون, حدث واحد, هضرنا على واحد, هاد ثلاثه الناس ضاربوا مثلا واحد قتل واحد ولا هذا. المكان ماشي تعاودنا هنا فين ضاربوا لهيه مشاو لهيه ولا لا, عاودنا على بلاصه واحده فين ضاربوا مثلا, على مسرح ديال الحدث. وهنا لا دوري كورت, يعني تهضرنا على مثلا من الربعه للخمسه ديال العشيه, بلا ما تبقاو كانوا في دارهم وتعودنا الليل ديالهم وتعودنا واش شدوهم بوليس ولا ما شدوهمش, يعني تختصر بزاف. بي كونستركسيون دو لانتريغ, انك تبني لينا الحبكه. الحبكه هي كيقول لك هاد الروايه هذه, هاد القصه اللي عاودتي لنا مخرومه مبهدله, ما فيهاش سسبنس, ما فيهاش كيقول ما تعاودك خايبه صاحبي, كوا كنعاودها فلان كان يجيبها لاصقه وكان يملحها. هذيك هي الحبكه, كتكون محبوكه. تعاودك حتى مخرومه صاحبي كاع ما راكبش, فهمت؟ هذاك هو لان تخيك, يعني كيجيبها مقاده كذا 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 كذا, وهذا يعني كيجيب داك الشيء مريقل.
l'intrigue هو الحبكه دون سي غروند لين يعني في الخطوط ديالها العريضه يكون كاينه مفي يعني الحدث الخايب اللي دار مثلا جريمه سرقه فول ولا فيول اغتصاب مثلا موبيل اش كنقصدو بموبيل ماشي التليفون موبيل كنقصدو به الدافع للجريمه لي زانديس الادله سي يكون عندنا ناراسيون دو ليستوار يعني الحكي ولا السرد ديال القصه هضرنا على لو ميستير يعني ميستير يعني داكشي اللي عجيب في القصه لو سسبنس يكون التشويق ولا سوليسيون في الاخر ماشي تخلينا القصه معلقه تعطينا الحل لا ديمارش هو ديك المنهجيه ديال القصه يعني بحال كتقول مقدمه عرض خاتمه اللي كديروا في الانشاء يعني منين نبداو وفي عن ساليو ريداكسيون دون سينوبسيس دو لا نوفيل اول حاجه نبداو بها هي نكتبوا واحد ملخص ديال هذه القصه ديال هذه القصه البوليسيه وشنو هو هذا السينوبسيس هو ريزومي كي كونتيا لي برينسيبال ايتاب دو ريسي يعني تعطينا بحال واحد تلخيص اللي كيضم المراحل الاساسيه ديال هذيك الحكايه ديال القصه بحال تقول استركتور ناراتيف يعني التركيب السردي يعني الشكل السردي بحال تقول المقدمه العرض الخاتمه الشكل ديالها هنا بي الابوراسيون دون فيش دي بيرسوناج يعني توجد واحد لا فيش يعني واحد فيش بحال جداده بحال واحد البطاقه على الشخصيات بطاقه الشخصيات شنو يكون فيها على كل شخصيه يكون فيها لو نو سميتو العائليه برينون اسم الشخصي بورتري فيزيك اي مورال يعني بورتري فيزيك كنهضروا على الشكل ديالو طويل قصير غليظ سمر الشعر ديالو كذا اللون د عينيه كذا هو بورتري فيزيك مورال كتبدا تهضر واش ظريف ذكي يعني شي حاجه ما كتبانش بالعين المجرده كتهضر على الاخلاق يعني كي داير الاخلاق ديالو بروفيسيون المهنه ديالو هنا تمبيرامون سيتياسيون فاميليال تمبيرامون يعني كتقول المزاج ديالو كي داير المزاج ديالو واش عصبي واش هادئ واش كذا سيتياسيون فاميليال كنقصدو بها كنقصدو بها واش مزوج واش عازب واش مطلق واش هنا سو دوكيمونتي يعني تجمع الوثائق تقلب في الوثائق لير دي نوفيل بوليسيير بو سون انسبيري يقول لك تقرا روايات بوليسيه ولا اخبار ولا قصص بوليسيه باش منها تاخذ تانسبيرا منها يعني منها تلهم تاخذ الالهام كل ما قريت روايه بوليسيه كتولي انت كتكتب بحالهم واضح ندوزو للسيكل ريغلمون دو كونكور ا ريسبكتي يعني قواعد اللي ديال المباراه ولا المسابقه اللي خصنا نحترمو مثلا ريسيا برودوير شنو هو لو ريسي الحكايه اللي خصنا ولا القصه اللي خصنا نجزوها ريسي ا برودوير خصنا نجزو بين جوج نقاط اون نوفيل بوليسيه خصنا نجزو واحد القصه بوليسيه ثم لو تيم يعني الموضوع يعني التيمه اللي غنختاروا باش نهضروا على قصه بوليسيه ديال الناس المخدرات واش ديال السرقه واش ديال الاغتصاب واش ديال كذا اذا لو تيم قال كليبر حر انت حر اختار القصه البوليسيه كما بغيتيها برودوي تابيسكري سيزي بار اورديناتور يعني فاش نكتبوا هذا الشيء هذا المنتوج ديالنا كيفاش يكون قلنا المنتوج يكون كتابه تابيسكري يعني كتابه مطبوعه سيزي هي مطبوعه كتابه مطبوعه بار اورديناتور بالاورديناتور يعني ماشي تجيبها مكتوبه بالستيلو بوليس يعني الخط نوع الخط عاد تلقاو هذا معروف هذا تايمز نيو رومان هو اللي كيكتبوا به الاغلبيه الناس قلب عليه في الاورديناتور من دير الوورد قلب على هذا الخط هذا تايمز نيو رومان ولا طاي قال لك دير 14 كيكون الخط واضح غليظ شويه ماشي بحال 12 كيجي رقيق بحال هذا كيكون 14 كيكون غليظ شويه فورمات بابيي هي A4 4 هي الورقه دابا اللي كتقراو فيها هذه راه الفورمه ديالها الحجم ديالها 4 مثلا الحجم ديال A3 كتكون كبر منها مضوب لها على جوج مرات والفورمات A5 هي النص ديال هذه الورقه هذه فهمت هي غادي الا درتي A5 راه النص ديال هذه قلتي A4 راه مضوب لها هي هذه الورقه هذه قلتي A3 راه مضوب لها هذه الورقه على جوج مرات وقلتي A2 راه مضوب لها على اربعه المرات وهكذا دات ليميتي دو ديبو يعني قال لك التاريخ المحدد لوضع هذا المشروع اخر موعد لتقديم المشروع هو لو يعني نهار كذا 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 سنه كذا ربعنا موداليتي دو طرافاي يعني طريقه العمل طرافاي كوليكتيف هو عمل جماعي ماشي فردي عمل جماعي كتكون من ربعه ديال التلاميذ كما قلنا في الاول هنا نعطيكم واحد النموذج ديال القصه اذا كنت طلبت منكم نعطيكم واحد النموذج صغير
dans une nuit d'hiver, واحد ليلة من ليالي الشتاء, dans la ville de Tanger, في مدينة طنجة, Rachid est trouvé mort, Rachid تلقى ميت, dans son appartement, في الشقة ديالو. L'inspecteur mène l'enquête avec son agent Slimani, قال لك المفتش كيدير واحد التحقيق مع المساعد ديالو سليماني. Un cheveu noir trouvé sur le cou de la victime. ياك واحد الشعره, شعر اسود تلقى في العنق ديال الضحيه. الضحيه شنو كان نوايي دون سا بينوار, كان غارق في الحمام ديال السباحه ديالو. نو كوندوي قالك ديك الشعره قادتنا على بروميير سوسبكت, قادتنا المشتبه فيها الاولى. شكون هي؟ هي مادموزيل سعيده, الانسة سعيدة, سون امي انتيم, هي الصديقة ديال هاد السيد. شكينا فيها هي الاولى, لان فاش لقاو ديك الشعرة في العنق ديالو شكوا فيها سعيدة هي الاولى, قال ربما هي اللي قتلاتو, هي اللي غرقاتو. مي لانتيروغاتوار, ولكن داك الاستجواب فا بيرميتر, سمح للمحقق دو ديماسكي, انه يكشف لو فغي كوبابل, الجاني الحقيقي يعني اللي قتل هو مسيو الشرقاوي. لوان داتر اون افير دو فول, هادي راه ماشي جريمة سرقة. Le crime avait comme mobile, الجريمة كان عندها الدافع هو الانتقام, une vengeance. واضح؟ وهكا كملنا الصفحة ديالنا. إلى اللقاء.